مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في الرياضه اليوم. وسنستهلها من المغرب، حيث غادر المنتخب الوطني ارض المملكه من مطار المسيره باكادير متجها صوب مدينه باطا الغينيه للتحضير لاياب الجوله الثانيه المؤهل لدور المجموعات من تصفيه كاس العالم لكره القدم، والذي سيقام بعد غد الاحد. المنتخب المغربي الفائز في مباراه الذهاب بثنائيه نظيفه من توقيع يوسف العربي وياسين بامو استقل طائره خاصه من مطار المسيره، وسيصل بحول الله الى مدينه باطا الغينيه بعد قليل. وتحدو أسود الأطلس رغبة كبيرة في التواجد في الدور المقبل من التصفيات، رغم أن الإياب سيكون صعبا في ضيافة خصم لم يكن سهلا في لقاء أكادير. الزكي ورجاله واعون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وعازمون على العودة بالتأهل رغم شبح الإصابات الذي ضرب العديد من العناصر الرئيسية في الفريق الوطني. كيف عشان الأجواء أو مراحل الاستعداد أو مراحل لاليست قبل المباراة والإكراهات اللي طحنا فيها، وما نكون إلا ناشط لا بالأداء ولا بالنتيجة بحكم كيف دازت المباراة، بحكم كذلك الشوط الثاني اللي كيطرد فيه الكاروسي، كذلك الحكم اللي كيحيد إصابة مشروعة يمكن الوحيد اللي ما شافهاش إلا هو. هذا بالنسبة لي ما نكون إلا ناشط لا بالنتيجة ولا بالأداء ولا بالقتالة ديال اللاعبين، وهذا في حد ذاته مكسب بالنسبه للان او بالنسبه للمستقبل والتاهيل. باقي ما تحسمش، مازال عندنا مباراه صعيبه في باطا، وتنظن عندنا من المعنويات والعزيمه باش ان شاء الله الرحمن الرحيم نرجعوا بالتاهيل. وا الحمد لله كونتون دو لا فيكتوار ديير. سا با ايتي فاسيل باسكو لا اون جو كونتر اون بون ايكيب مالغري كون ايتي ريدو ا 10، مي بون فوالا اون اي كونتون دو ريزولتا. Pour l'instant, on est concentré pour le match retour parce que voilà, on sait que ça va pas être un match facile. Donc j'espère qu'on va marquer très rapidement et on va là-bas pour gagner ce match, Inch'Allah.